Thank you. Okay. Get ready. Thank you very much. Off. I'm dead. Huh? I'm dead. Please God. Hey. Wait. Put good damn. دي كمان عندك. العب دي. حسب. مرحبا يا مجاهد. فين يا راجل؟ من يوم ما وصلت بالمركب مع ابوي ما حد شافك. سافرت دشني ازور ناس قرايبي وعودت النهارده الصبح. لايموا عليها ترجمانات علشان احطب قدام السواح. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. قول لي يا محسب، تعرفش ابوك عاوزني في ايه؟ رجالة كتير عنده عايزينك في مهمة كبيرة. يلا بينا. يعني ما رحتش الغيط النهاردة؟ أبوي باع الفدانين. باعهم؟ يعني ما قاليش لازم هشغلك على المركب بدال. وانت تفكر ان انا سد مطرح أبوي؟ تتعلم يا محسب. اتعلم كيف بعد ما كبرت؟ حد يصدق ابن الرئيس جاهد ما يعرفش يعوم؟ الذنب مش ذنبك، المرحوم امك كانت بتخاف عليك من البحر، من اللي ما فيش على الحجر غيرك؟ ايوه، عشان كده خرمت لي ودني وعلقت لي الحلقه فيها. لكن قد ايه ابوك فرح، بقت الدنيا مش سايعه، قلعك بالبوص وحطك على اكتافات ولف بيك الاقصر كليتها. مالك يا محسن؟ أنا عارف قد إيه أنت بتحب أبوي. قد روحي، هو اللي علمني وهو اللي رباني وخير عليه كتير. ماله أبوك يا محسن؟ أولت البارح قام من النوم ما شافش بعينيه. وإحنا في مصر رحت مع الاستبالية، الحكيم قال لي إنه عينيه ملهاش علاج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين يا رجالة؟ ده مجاهد يا ابوي. مجاهد؟ مرحبا يا مجاهد، انا عاوزك يا ولدي قرب مني. اقعد اقعد يا مجاهد، اقعد يا محسن. سلامتك يا رئيس جاهد، شد حيلك ربنا يشفيك. انا راضي بحكم ربنا علي. انا كبرت وعجزت يا مجاهد، زي مركبنا عروسة النيل ياما بحرت وقبلت. احنا بنداوي في مركبنا يوم ورا يوم وما فيش فايده. ما عدناش يا ولدي نقدر نقاوم الزمن. عشان كده انا عزمت ابيع عروس النيل. تبيع عروس النيل؟ كيف يا رئيس جاد؟ المستقبل دلوقتي يا ولدي للصنادل واللنشات وليكم انتم يا شباب. لكن الصندل ثمنه غالي، ألوف كتيرة. مش ضروري نشتريه جديد، نص عمر كفاية. اسمع يا مجاهد، كلنا بعنا مراكبنا وبعنا اللي ورانا وبعنا اللي قدامنا ولمينا حق الصندل. وأنا كمان بعت مراكبي. انتوا كلكم هتشتركوا على صندل واحد؟ ايه، صندل واحد يا ولدي يغنينا ويغني عيالنا. بكرة السد العالي يبتدوا فيه ونشغل الصندل ونبقاش ملاحقين على الشغل واصل. احنا ما لحقناش وقتنا يا ولدي، فلازم انتوا تلحقوه. كلام زين، لكن انتوا عارفين انا ما حلتيش حاجة بيعها. مش لازم تشترك بالمال يا مجاهد، دراعك وعرقك يساووا كتير. اسمع اللي اقول لك عليه، اول ما توصلوا مصر تبيع عروس النيل وتحط تمنه على المال اللي حندهولك، وتروح تقابل الحاج محمد ابو عوف، تديله المال ويديلك الصندل. وهو حداه خبرية، حاشي الصندل فروض الفرج ويستناك. مجاهد، عروس النيل ومحسب والمال ملزومين منك. وا
أنا حسافر معاه يا أبوي. طول عمرك كنت عايز تركب عروس النيل وتبحر بيها، حتركبها يا محسن، لكن حترجع لنا على ظهر الصندل ريس كبير قد الدنيا. هات المال يا شيخ علي. خد يا مجاهد. كم دول؟ 6250 جنيه. شغل العمر كله، مستقبل البلد كلتها بين ايديك يا مجاهد. خذ يا محسن، خلي المال معاك. احنا مدينهم لك انت يا مجاهد. وانا بديهم لمحسب. محسب راجل وهيعرف يحافظ على مال ابوه واهل بلد. هكذا؟ طب قرب قرب يا محسب، قرب يا ولدي. يا انت لسه الحلقه في ودنك. مبارك يا محسن. مبارك يا محسن. مبارك يا محسن. مجاهد تعال يا ولدي. نعم يا ريس. زي ما فهمتك، المال ومحسب امانه في رقبتك يا ولدي. بترقفي كده ليه؟ بالمشوار يا محسن، خفت العوج عليك. ابو زعفان في الدار؟ لا. حد شافك وانت خارج؟ ابدا. يعني نقدر نقعد حبتين مع بعضياتنا؟ اتفضلي. نخرس قال لي انك مسافر مصر. بكره في الفجرية. هتوحشيني يا ورد، هتوحشيني قوي. اياك رايح الجهدي؟ لا لسه ما انطلبتش. هتزور الاسياد؟ رايح الاشغال، هنشتري صندل. وفي البحر يعني؟ ايوه حبقاني رئيس علي. صح يا محسن. صح يا ورد. يا فرحتي يا هناي، محسن هيبقى رئيس قد لو ربنا يخلصني من ابو زعفان. بكره نبقى احسن الناس واخلصك من شر ابو زعفان. يا ريت يا محسن، اكملني فقيره ويتيمه، بيشغلني باللقمه واكلها لي بالسم. بكره تاكليها بالهنا يا ورد. تعرفي معاي كام؟ 6250 حق الوابور. يا لهو بالي، حرص عليهم يا محسن. امال حطهم في عينيك يا محسن. ما تخافيش، اوعى تشتري لتر ميه يا محسن. ليه؟ جوك علي عبيط؟ بهبل. انت زعلت مني؟ واه، شلت الحلقه اللي في ودنك؟ ايوه انا راجل. وسيد الرجاله كمان. اعمل حسابك اول ما ارجع حقرا فتحت. ورقة ميتة يا محسن. جيب لك ايه من مصر؟ منديل بترتر؟ لا. واشات وفليات؟ ابدا. شال حرير؟ لا. عايز ايه امال؟ عايزك انت، انت الغالي، انت عزي وسندي، انت ضي عينيا. يا سلام يا ولاد، مش هتيجي الفرحة وانت معود على ظهر البور كده، حطيت ايدك في خصرك كده والربور بيقول دق 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 دق. ساعتها قلبي هيقول دق 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 دق. تعال اقعد. خد يا محسن، الطاقية دي شغلها لك بايديا وعينيا وكل حتة فيا عشان تبقى تفتكرني. خد يا محسن، والجاران ده كمان عشان يحرسك من الشر. محسن. ايوه يا ورد. امان عليك لو نزلت مصر ما تروح الموسكي. واه، ايش معنى الموسكي؟ بيقولوا السناير هناك زي لحظة القشط، بيض زي الفل وشعرهم اصفر وبيحطوا الابيض والاكبر. انت سنيورتي وجمالك رباني. بحبك يا ورد، بحبك. أنا مالي.
ماشي. ما تتكلمش ولا تتحركش، عايزة كلمتك الحلوة بحبك يا ورد تطن في ودني لغاية ما تعاود. خليتك بعافية. أشوفك بخير يا محسن. سلامات يا جلمية. الله يسلمك يا بنتي. سلامات يا بهي. مساء الخير يا خالتي. خبرك ايه يا بت؟ مالك كده بسم الله الحفيظ؟ عقلك فين عاد؟ عقلي فين؟ هناك احدى. حدا مين يا بنت؟ يو ما انت عارفه يا خاله بهاني. قوليلي قابلتيه دلوقتي؟ ايوه ومسافر مصر، هيشتري بابور بحر ويرجع راقص عليه. محسب. طي عيني. طب ساكتي، اوعك تنجزي باي كلام لحسن ابو سحسن يقتلك. ربنا يجرب البعيد. قومي قومي حضر الشاي، زمانهم راجعين هو ورجالته دلوقتي. ما بدري. اسمعي الكلام وقومي لحسن يفتح جعورته واحنا بندريه السكات يا بنتي. قومي خذي يا بنتي. والله عاش بقى الرئيس قاعد اللي بنقول عليه راجل طيب، يوزع للبلد يشتر وابور بحر. عاوزهم يشموا نفسهم علي انا الريس جاد مش واقف لوحدي. يا انا اهل البلد كلها. انا هقول حاجه تانيه، ما تبيع مراكبك وتشتروا ابوه زيهم. واتسوى زيه مش كده؟ انا ابو سعفان على سن ورمح، هفضل طول عمري صاحب 20 مركب يبحروا ويكبلوا، وهيفضلوا طول عمرهم شغالين عندي ومدرسي فوق رجبيهم. مش كلام ده يا ابو سعفان. ما كانش عاجبك الكلام فض هسيرك. سلام عليكم. اسمع شاب، عروس النيل تبقى حرميتك بكره في البدريه. عارف هتعمل ايه؟ اركب وياهم يوصلوك لحد جنه. هزور مولي سيدي عبد الرحيم. هو محسب بيعرف يعوم؟ بيغرق في شبر ميه. تغرق وانطلت تغرق المركب اللي فيها يكون احسن. كنا بنقول ايه؟ اغرق المركب اللي فيها والمال ما يوصلش مصر. اطمن انت بتكلم هشام. خلي بالك من نفسك يا ابني واسمع كلام مجاهد. ربنا معاك يا ابني مجاهد، وصيتك محسب يا مجاهد. طمن يا ريس. مع السلامة يا ابني. السلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. ربنا معاكم ربنا معاكم. أمان 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 أمان. الشحر الرصية لو فتحت خشمك بكلمة حقتلك وقتل اللي خلفوه، فاهمة؟ معش نطلع البيت.
تروح بلدك يا غريب وتلاقي عالبر حبيب وتروح بلدك يا غريب وتلاقي عالبر حبيب مستني قول لك سلامات هون هون بقى هون مسافر بين ضلمة ونور يا مبحر ومعدي قصور يا مسافر بين ضلمة ونور يا مبحر ومعدي قصور خد بالك ايام حطور وتروح بلدك يا غريب وتلاقي عالبر حبيب مستني قول لك سلامات هون يا مهون هون مهون يا مهون هون هون يا مهون هون هون مالك يا محسن بتفكر فيه ابدا مين وحشك اكتر ابوك ولا ورد عاوز الحقيقه لقصر كلتها وحشتني يا محسن الواحد ما بيعرفش قيمه الشيء الا اذا بعد عنه تمام يا مجاهد قول لي يا مجاهد انت اديتني المال اشيله معاي ليه انا قصدت كده عشان تحس بالمسؤوليه يا محسن لكن انا حاسس ان الحمل تقيل عليا قوي معلش بكره نشتري الصندل وتستريح وبدل ما انت تشيل الحمل الحمل هيشيلك عارف اهم شيء الصبر الصبر يا محسب الصندل اللي حنشتريه قد ده وهتبقى عليه ريس قد الدنيا يا ابوي مجاهد علمنا اطلع فوق يا مجاهد بكره هتطلع لوحدك يا محسن ارمي المبلغ في البحر يا جنديل شرك الدفه يا ريس وصلنا جنة يا هشام الحمد لله على سلامتك الله يسلمك يا مجاهد الفتحة أمانة في سيد عبد الرحيم شدال وزور مقام ولا ايه؟ احنا ورانا أشغال كتير هنحمل براليص طب وفي الليل مش هتلفلف في المولد؟ محسب أول نوبة يبحر ونفسه يتفرج على المولد ولا ايه يا محسب؟ زي ما يقول مجاهد محسب عليه السهراية الليلة ما يقدرش يسيب المركب واصل باه على كيفكم هلا هيله على الله هيله على الله هلا هيله حسب عليه السهرية الليلة هيبقى لوحده على المركب نطلع نقتله يعني مجاهد يقتلكم ويقتل اللي خلفوكم مجاهد هيبقى نايم
بينام زي الثعلب، عينه مغمضة وعينه مفتح. مفيش غير اننا ناخده على المولد وهناك نقرقروا على الجبل ونتويه وناخد منه المحفظة. عفارم عليك يا مخيمر، امشوا انتوا باقي دلوقتي. بينا دمراني. المحفظة ما توصلش مصر. طب وانا مالك؟ مالك ازاي؟ مع محفظة محشية فلوس فيها 6000 جنيه. اسمع يا حبيبي، انا جاي هنا اشتغل رقاصة مش نشالة. اسمعي، دول 6000 جنيه يعني تشتغلي بيهم 20 سنة. ماليش دعوة. اسمع ما اقولي، الجدع ده مش هيخرج بالفلوس من هنا، هتفينك بالحياة انت وهو. سامعة؟ واه دول حيروح. الرقص هيبتدي. انت شفت حالي.
فين؟ خد بالك ده جيبه عمران قوي. طب معلقتوش بره ليه؟ ابن الوعي مخيط جيبه ومتبت عليه بسنانه. لا يا شيخ النبي اسمع، مادام داخل المنطقه دي محدش يهوى بناحيته. سامع يا ابوي؟ شويه هني للرئيس بحسب. رئيس علي يا ترى؟ عروس النيل. مبحر ولا مجد؟ مبحر. انت من امتى؟ من لوكس. ازاي رمسيس الاول؟ رمسيس هيبقى وسيديكي. دمك خفيف يا مضروب. ده
سكت عيل زي ده مش عارفين تحملوا حد ولا بطن. معسل ايه اللي جابك هنا في المحضر؟ ما تخافش مطبط عليها. واه خبطت في الطريق كانت تجيب دي الوقت. بعد ده اللي عامل حسابه حد ينزل المولد ومعاه 6000 جنيه يا اخي حرام عليك يا شيخ. انا غلطان يا ريس تسوي فيها زي ما انت عاوز. اطلع المركب ارجع كيف واسيبك. اسمع كلام واطلع المركب. اطلع معاه. فرجت معاك خطوتين كنت عاوز ارجع الاقصر ومعايا المحفظه عشان ابو سعفان يصدق بعينيه. فرجهم حرام نضيع حلال عليه. وكمان بتقول يا عبد الرافضي فوت قدامي. خد فكر ده جروش تبيعه؟ ها؟ إلا بيعه ده محفظته وارمة. حلال عليك يا عم. ريش. يا حلو يا حلو. قولي ايه عديت الفلوس؟ عد ايه ولا ايه ولا ايه ده لحد دلوقتي 4000 جنيه. 4000 جنيه اه بركة الدعاء الوالدين يا حبيبي. بيضلنا في القفص يا حبيبي بيضلنا في القفص. الله 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 ورق ابيض ابيض ورق جرايد. فاكر المحفظة فيها فلوس يا شيك ده؟ دي فلوس يا جدعان. دول من عرق جبيننا. مدهد 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 مدهد. فنوس فنوس لقاء الحمد لله. مبارك الحمد لله الحمد فين كده ليه؟ كل واحد يروح لحاله ومحدش له دعوه بيه. فاهم هناك دي؟ فاهم يا ريس. لا نعاتبه ولا نفتح له الموضوع. مفيش حد بيتعلم بلاش. كان هيتعلم بألوفات يا ابوي. الفلوس حلال وربنا سلم. يلا رجاله هنبحر في الفجريه. Thank you.
يا رئيس محاسب، يا رئيس محاسب، رئيس محاسب. بتخبيني عندكم الله يخليك احسن، عايزين يموتوني. مالك يا استنرجي مفزوعة منيح؟ مسك لي السكين وعايز يذبحني. هو مين ده؟ والنبي تيجي تعالى خبيني، خبيني يا رئيس محاسب. تعالي ما تخافيش يا امي، ما تخافيش. يا انجس خبيتها فين؟ مين انت؟ ما تصبطش عليا. اسمع ما اقول لك، اوعى من وشي. اهدي قص. خبرك ايه؟ اطلع بيها بالتي هي احسن. ادي اخلاقك واتكلم براح. هربت من ايد المجرمه، فلتت من ايديا. هي مين؟ مرتك؟ لا، بنت مراتي. وايه اللي هيجيبها على المركب؟ انا شايفها بتجري ناحيه المركب. يمكن جريت على البر. ابدا، المركب قدامك، فتشها. ايوه فتشها. هتروح مني فين؟ انا اعرف اجيبها ازاي، انما لو ظهرت في المركب دي هخلص عليكم انا ورجالتي. طب روح، الله سهل لك. روح روح. ما رفعت السقاله ليه يا محسن؟ مداحد النجس، انا اسخن. ها؟ النجس اسخن. انا بص النجس، بص انت مين؟ من دي؟ لا حكايتك، اكلمي. هتكلم اقول ايه بس؟ سلموني له، الموت عندي ارحم من العذاب اللي انا فيه ده. اطمني، هو راح خلاص. وهو عيناله بال ده، هيفضل يدور عليه لحد ما يعترف فيا. والنبي لا بلغ عنه الحرام المجرم ده. هو شاف المحفظه في جيبه وده برج من عقله طار، قال لي اشتغل عليه والطشها منه. قلت له مش ممكن، فصلت عليه اتنين من النشالين نشلوها منه في المولد. الفلوس رجعناها. ركحتوها؟ اتابي متغاظ مني وعايز يطلع غله فيا. الحمد لله اللي الفلوس رجعت لكم بالسلامة، اما انا ليه يا رب اسمه كريم. حاسبي حاسبي سلامتك. اي يا اختي، بيتكم ماله ضيق كده ليه؟ حسب نزل الست. أي هتروحي فين عاد دلوقت؟ هروح على شغلي، بس مين يوصلني مصر؟ تركب القطر. قطر؟ ده زمان عصابته مستنيني في المحطة. والنبي والنبي ما تسيبونيش أنا لوحدي. نسيبك كيف؟ يا مجاهد حبيبي سلام. يا مجاهد عايز تقول يا محسب؟ عايز اقول الحرمة عرضت حياتها للخطر عشان واجب علينا نحميها. غرضك ايه؟ ننزل نعمل عركة؟ لا، نوصلها لحد مصر. ويرضيك يا محسب يا صيدي تركب معانا حرمات؟ ويرضيك نخليها يقتلها؟ جوز امها وحر فيه. ده احنا صعايدة يا راس مجاهد، واللي استجار بينا نديره دي ولية ومكسورة الجناح. انا مش عايز كلام كتير، انا هنزل اوصلها بنفسي لحد قطر. نكسر الشر يا ريس، وهم التوية في المركب معانا وبس. يطول عمرك يا ريس مجاهد. اسمعي لما اقولك، هنركبك معانا لحد البلد اللي جاية وبس. طيب هتنزلي في الخن ده وتلزميها. حاضر. ما تطلعيش منه واصل.
كتر خيرك يا رئيس تجاري. اتفضلي فوتي. حاضر. ايه مستنينا يا مبحر، يلا فوت. خوفي يكشفوا منعوبها وتهوها في البحر. واحنا رحنا فين؟ هي في البحر واحنا على البر، وهي المركب خطوة بخطوة. صباح الخير. صباح الخير. كتر خيرك يا محسن. عليه. اترجيت مجاهد يسفرني معاك. ده قل من الواجب. ليه اسم اشوفك تاني. قل لي عينيك فيهم ايه؟ فيهم ايه عاد؟ حلوين وانت رافعهم وحلوين وانت مسبلهم. محسن. نعمين. اوعى تنزل البر وفلوس في جيبك تاني. الفلوس مش هتبقى في جيبي واصل. الرئيس مجاهد شايلهم. ولا مجاهد. امال فين؟ مجاهد بعد ما رجع المحفظة. ها وداها فين؟ كنت فاهم حيمسك في خناجي ويبهدلني. كان يبقى عنده حق. وبعدين؟ الشهادة لله. مجاهد ما كلمنيش ولا نص كلمة. وبعدين؟ أصل مجاهد يحبني قوي قوي قوي. إيه اللي طلعك من الخن؟ صباح الخير يا رئيس مجاهد. بقول إيه اللي طلعك من الخن؟ يوه كنت بغسل رجلاي. أنا نبهت عليك كتير تقعدي فيه لحد ما نرسي على البر. طب ما تزعلش يا رئيس مجاهد. اتفضل. آخر مرة بقولها لك، ما تشغليش الرجالة بالكلام. البحر غدار وقال غلطة تودي المركب وتودينا في داهية. سلمت المركب يا رئيس مجاهد. يا اختي رئيس مجاهد امتى المركب حتقف؟ لما الشمس تغرب. اتهبلت ولا ايه؟ ما شفتوش لحم قبل كده؟ هو ده لحم يا بوي؟ ده لي. فوت انت بوي فوت. حسب لو طلت بدماغها من الخن نادي علي. حاضر. فاهم؟ حاضر. وقعد على الدفة وفتح عينيك كويس. تروح بلدك يا غريب وتلاقي
مستني يقول لك سلامات تهون أول ما مسافر بين ضلمة ونور يا مبحر ومعدي قصور يا مسافر بين ضلمة ونور يا مبحر ومعدي قصور خد بالك ليام حضور وتروح بلدك يا غريب وتلاقي عالبر حبيب مستني يقول له سلامات هون غنينا ألف موال عالغربة وليالي طوال ومسيرك ترتاح البال لتشكي ولا تقول لآه بعديتك وبعود هتنول اللي بتتمناه وتروح بلدك يا غريب وتلاقي عالبر حبيب مستني يقول لك سلامات هون حصل ايه يا محسب؟ المركب غرزت في الطين. غرزت في الطين؟ ايه اللي طلعك من الخن؟ واقفين تعملوا ايه؟ فوتوا انت اهو. في ريح يساعدنا الارض عاليه تسقط القلب يا عمران محاسب ايه اللي جابك
أنا أصلي. لا لا لا، اعمل معروف، كفاية اللي حصل. أنا بس كنت عاوز. عايز إيه؟ عاوز. لا عيب عيب يا محسن. سلامتك، مالها رجلك؟ اتقاصعت رجلك. اشوفها. الوجع فين؟ هنا ولا هنا؟ مش عارف. هنا. اخس عليك بقى عشان رجلي بتوجعني، مش قادره اجري. تعمل فيا كده نرجس؟ ليه بتجي مني؟ يعني انا كنت عامله حساب السؤال. ليه يا نرجس؟ رد علي. عشان بحبك. تحبيني كيف وتهربي مني؟ خايفة يا محسن، خايفة لكم بتلعب علي. أنا يا نرجس؟ أنت زعلت مني؟ حقك علي. يلا يا محسن. على فين؟ ترجع المركب. وانت؟ انا لا. كيف؟ كلها ساعتين ثلاثة وحتنزلون، على ايه بقى نتعلق ببعض؟ انت هتبحري معانا لحد مصر. وتفتكر مجاهد حيرضى؟ مجاهد يبان صعب وشديد، لكن قلبه زي السكر. مجاهد ما بيحبنيش. كيف؟ عشان بحبك. وش دراه؟ مفيش حاجة بتستخبى. فاكر يوم مجاهد ما زبطنا بنتكلم مع بعض وشخط فيا؟ ايه. كان غيران منك. بتقول ايه؟ والمصيبة انك سكت وحطيت وشك في الارض ولا قدرت تتكلمه. اني؟ عشان عينك مكسورة مني. ليه؟ عشان ايه؟ عشان ضيعت المحفظة. والمحفظة ولو فيها ايه؟ ولا ملين خردة لمال ابوي واهل البلد. ولما هو لقاها ما خدتهاش منه ليه؟ شالها وقفل عليها. طب على الاقل كان يوري لك طريقة. ماني عارف طريقها. مش معقول. مش معقول ليه؟ مسمر عليها في الخن قدامنا. اني خن بقى؟ اللي انت قاعدة فيها. ايه؟ تحت الفرش عدل. يا خبر. امال عقلك قال لك ايه؟ مقدم مقدم. شوف مقدم. مش قلت لك تعال؟ مقدم مقدم يلا يا محسن نرجع المركب. مدى احنا قاعدين شوي بعدين مجاهد يصحى ما يلاقيناش. ملوش عنا حاجة. ما تنساش برضه ان هو رئيس المركب. المركب مركب ابوي وانا صاحب التصرف فيها. طب ما تزعلش. تعال. على فين؟ هنلعب بس بس بس. كيف؟ هقولك تحط ايديك هنا. ايه. وانا هحط ايدي هنا. ايوه. ولما اجي اضربك تروح شايل ايديك. المهم ان ايديا ما تلمس ايديك. حلو. فهمت؟ حلو. يلا. ها. لا مش هنا حد. هنا اهو. يلا. اي ما قلت لك تشيل ايديك على طول. طيب. ايه ده؟ ما شاء الله حاجة حلوة قوي. بتلعبوا ايه؟ بس ناو. بس ايه؟ ناو. بس ناو. المركب غرزة في الطين. ومين اللي غرز؟ انت؟ اني. ايوة انت وهي. لا هي ما زنبهاش. بقى اسمع محسب، انا تحملت كتير، قلت يمكن تحط عقلك في راسك، لكن الظاهر انت عاوز نقرصك من ودنك. ودني؟ ودني كيف؟ ودنك اللي قلعت منها الحلقة قولت البارح. انا مش صغير، انا راجل. اكده؟ طب فوت معاي. فوت. يلا يا نرجس. نرجس مش راجع على المارك. بقى اسمع يا مجاهد. انا الرئيس مجاهد.
واني ابوي صاحب المركب واني اللي اتصرف فيه. ابوك يتمني على المركب والشحنه والمال وعليك انت كمان. انا مش قاصر عشان ابقى تحت وصايتك. انت قاصر لحد ما نوصل مصر ونشتري الوابور وتتوتق عليه وترجع لابوك وللناس المستنيينك. انت فاهم بقول ايه؟ رئيس مجاهد بقى اسمع يا ولي. ولي ولي كيف يا مجاهد؟ انا لما اتكلم انت تطب ساكت. اسكت كيف انت عقلك قال لك؟ اسكت اسكت يا محاس اسكت. انا نبهت عليك كتير ما تطلعيش من الخن. ما سمعتيش الكلام يبقى تستاهل اللي يقرالي قدام يا محسب. وحتسيبوني في حته مقطوعه زي دي ما فيهاش صريخ ابن يومي ومالنا حيوانات وعقارب وتعابير؟ توقفي على لسان الجزيره وتشاوري كده. الف مين يركبك معاه؟ رئيس مجاهد انت عملت جميل ولازم تتم. رجعني المركب وحنزل في الخن مش هطلع منه ابدا. ما فيش نسوين بتركب معانا. يلا محسب. حسب لما اقول لك على حكمه ابقى اسمع كلامي. ارفع الهلم شيل سقاله. فوقي يا امي مسك السكين عايز يموتني. ما تخافيش انا موجود. هتقولي مجاهد عايز مجاهد. فوقي يا نرجس انا مجاهد. انت اخسى عليك يا مجاهد يا خاين يا وحش. وقف تعمليها اطينا يا ريس. اي يا دراعي. اي بعد الشر على وقف تعمل ايه؟ روحت الشاي فوت طيب. اي 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 الشاي يا ريس. هات اشكطي بالشفة. اشكطي كمان. زي الحال دلوقتي احسن شوية. حاسه بسخونه؟ مش عارفه جس كده. لا احسن كتير. دلوقتي تنامي وتتكلفتي وتصبحي عالي ان شاء الله. كتر خيرك يا مجاهد. على ايه انا عملت ايه؟ مصيت السم من دراعي. تصبحي على خير.
مجاهد. ايه؟ انت زعلان مني؟ لا ابدا ابدا. وانت محمومة وطي صوتك حد يسمعنا. ماشي يا ليه؟ حد زعلك؟ لا يا عم كفاية اللي حصل. مش ممكن اسيبك في البحر لوحدك، انا جاي معاك. حاسب حاسب الله، انا حجيب الفلوس واهرب معاكي. حرام لما افرق بينك وبين مجاهد. قلت لك حجيب الفلوس. اسمع يا محسب، اعقل يا حبيبي، ما تبقاش مجنون. انت عايز مجاهد يودينا في داهية يقول سرقوا الفلوس ويربوا بيهم؟ هنروح مصر واتجوزك. البابور يا محسب، مش ضروري بابور. يا محسب اعقل، اربط الجارب. عاوز تهرب بالفلوس تقول لك البابور، يا محسب تقول لا مش ضروري بابور.
نسيت ابوك العاجز اللي البحر كل منه؟ نسيت اهل بلدك اللي مستقبلهم بين ايديك؟ نسيت ورد؟ لكن الحق مش عليك، الحق علي انا. حبيت اعملك راجل طلعت عيل يا مجاهد، واغلى من عيل كمان. من السعادة المال مش هتعرف له طريق لحد ما نروح مصر ونشتري البابور واحطك عليه وارجعك الاقصر. قومي معايا. انا ملياش دعم للرئيس مجاهد. انا عارف، قومي معايا. انت هتقتلني؟ احنا ما بنقتلش حد، احنا ناس مسالمين. قومي. قدامي. طيب. قنديل. تاخدها في القارب وتوديها البر. توصلها لغاية البندر. يا دوب توصل الصبح وتعاود تقابلنا. عايزة فلوس؟ بقول عايزة فلوس؟ لا، كتر خيرك. يلا قنديل. يا مجاهد، عايز تقول ايه؟ مش ده كان غرضها؟ واحدة مش عايزة تقعد بالغصب. بردانة؟ لا. مع السلامة. انزل في الخن من البرد. طيب. قوم. طيب. قوم 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 قوم. فين وراك؟ واخرتها؟ طول بالك، مفيش حلاوة من غير نار. هشام، في قريب وصله وفي وحدة ست. الله، دي هي الملعونة. ايه اللي جابها لوحدها؟ تكونش لطشت الفلوس. اداروا رجالة. على مهلك، على مهلك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اختي، مع السلامة. بسلم لي على الرئيس مجاهد. يوصل. جبت الفلوس؟ لا. ايه اللي حصل؟ المحفظة كانت معايا، كنت خلاص حزوه. وبعدين؟ ما حس بصمم انه لازم يعدي وياي. وبعدين؟
وبعدين قل لي ما يتسماش الرئيس مجاهد. رجعت المحفظة مطرحة، صمم انه لازم ينزلني القارب في نص الليل لما جدت رصاصت من البرد. وقلت لكم الاول كنا كبسنا عليهم فينا ودبحناهم وخدنا الرجلين. ما نقدرش. اول هام مجاهد ياكل 10 او 20 يا خاي. وتاني هام ما عايزينش حد في البلد يعرف ان لنا دخل. اسمع انا هرجع المركب تاني. ازاي؟ هم هيربطوا هنا يستنوا الكوبري لما يفتح. وبعد ما يفتح يحلها الف حلاق. نرجس ما حسب استنياني لدلوقت واستناك العمر كله. انا فرحانة ان انا شفتك. تعال يا محسب تعال. جنديل محسب فين؟ ما شفتوش. يكون راح فين؟ تلاقيه نزل بندر يشتري له حاجه. هتسال على محسب؟ اه ما راح معاه. مع مين؟ مع الغزيه. ايه فكرك هتستناه؟ الحب حراق يا ابوي. ما قلت لي اسكيه. ما هي اللي هتحبه. انا مالك من احد من احد بس ما اهتف اهم جوا اهم بس بس اهم. رايح فين؟ طالع على المركب. ودي رايحة فين؟ طالعة معاك. دي مش هتحط رجلها على المركب واصل. دي هتطلع قبل مني. بقول مش هتحط رجلها على المركب. وأنا بقول لك هتطلع قبل مني. محسب. دي مرتي. بتقول ايه يا محسب؟ بقول لك اتدوست على سنة الله ورسوله. ادخل الخن. وبعد شرعي كمان. بقى. عساب تعال ادخل. عايزيه تاني. كيف تعمل عاملة السودة دي؟ سودة ليه؟ هو الجواز عار. عار انك تخرج من خلف ابوك واهل بلدك. ابوي قال الزمان بيتقدم. ودي معناها تروح تتجوز غزية؟ هتعيشها كيف دي يا محسب؟ هشتغل في مصر. هتشتغل ايه عاد؟ هتبيع مواس ورق يا نصيب ولا هتاكل من هز وسطها؟ ونسيت ورد. ورد القطه المغمضه العمر النسيم ما مسها. ما تجيبليش سيره ورد واصل. امال كيف لابس الطاقيه وحط الجعران في رقبتك؟ ادي الطاقيه وادي الجعران. سيبوها يا رجاله كل واحد يروح لشغله. تعال يا محسن الحكايه كبرناها من غير مقتضى. اصلي خدت على خاطر منك. كان واجب عليك تخبرني انا برضك في مقام اخوك الكبير ولا انا غلطان؟ وعلى العموم كل شيء نصيب. عروسة ولا كل العرايس حلوة وزينة وشعرها أصفر. حدش في الأقصر في جمالها واصل. مبارك يا محسن. مبارك يا عروسة النيل. الليلة هتبقى ليلة هنا وسرور. روح انت استريح لك حبتين. روح. وكيف تسيبها يتجوزها يا رئيس؟ اليد دي اللي قدمت الخير وعملت المعروف الليلة هتقتل. انا بمسي تماسي اللي قاعدين على البلاص يعني اوعوا تقولوا جنب الناس. الليله الليله ليلتك زينه رد علينا الليله الليله وخد بايدينا يا عريس يا عريس الليله الليله لا تغنينا وتهنينا خد بايدينا يا عريس يا عريس ليلتك.
ليلتك زينة الليلة الليلة ليلتك زينة الليلة الليلة خد بأدينا ورد علينا الليلة الليلة يا عريس يا عريس يا عريس يا عريس رد علينا ليلتك زينة وخد بأدينا يا عريس 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 مكسوفة يا نرجس؟ مش قوي. مكسوفة منين؟ ما انت عارف ده انا عريسك. اصلي اول مرة اتجوز. واني كمان. طب تعال هنا. ها؟ لا. ليه؟ قصدي مكسوف. عزام عرق بلح خمر يا محسن. امال ايه انت دلوقتي راجل صح وعليك العين. اشرب وهيص وصباحيه مباركه ان شاء الله. نرجس خد اشربي عشان ما تنكسفيش. خد اشرب انت كمان. تقيلة قوي حتشحت الزور. وريني حتشرب كيف. باين عليك عمرك ما شربت. كيف ما شربتش كيف؟ ده انا حتشرب السمكة وديلها. شوفي ديلها. طب ايه ده انت بتشرب شاي مرة واحدة عشان تبقى راجل من والعين. يلا بعد ما عرق البلع هيخمدهم هتسحب على الخن اشيلها وحطها في القارب واتويها ولما يصحى من النوم ما يلقاهاش. جوز امها هتسحب وخطفها من جار. زين يا مجاهد والله فكرة مليحة. حاسب 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 ايه يا بوي يا بوي. ايه مالك؟ واه انت بقيت اتنين دلوقتي. ازاي؟ دماغك خارج منها دماغ وعينك خارج منها عين. طب وشفايف؟ يا بوش. طب اشرب اشرب بقيتي ثلاثة دلوقتي. ثلاثة نرجس. واحد اثنين ثلاثة. لا ده انت بقيت هايل قوي. ايش جرالك ايه يا مجاش؟ تعال هنا بلاش فضايح. اقول له حاجة. هتقول له ايه؟ اقول له متجوز اربعة. طب ومال مش في الحلال؟ كمان كمان يا مجاهد يا مجاهد. خبرك ايه يا حسن؟ الجواز مليح قوي قوي قوي. مجاهد يا محسب
ده لذيذ قوي قوي قوي. حصل ايه؟ لسه صاحي وعينيها مفنجله، كنت اقدر اشيلها بالخصب، خفت لما حسب يصحى. وبعدين؟ هنحلبها لغايه ما اطلعها من الخن، هنزلها في المركب بكيفها. نعم انتوا نعم. طفي النار. نرجس. خبر ايه يا رئيس مجاه؟ مش عيب تفتح عليا الخن في ليله دخلتي؟ العرق تقيل، دماغي لفت ما داريش بروحي. كنت عايز ايه؟ كنت عايز اروح الخن بتاعي عشان انام، لكن تلفنت. كده؟ وما عرفتش يمينك من شمال؟ انا راسي من رجلي. على اذنك. على فين؟ روحة. ما انت قاعد. عيب تبقى ليلة دخلتي واسهر برا البيت. تصبح على خير. نرجس. ها؟ عايز اقول لك كلمة. ما تقول. كلمة سر. توشوشني يعني؟ آي. طب قول. لا اختشي، عيب. أنا جيت تجايدة نار. ارمي نفسك في البحر وانت تطش. تيجي ننزل قارب؟ ايه نهرب سوا؟ لا، نشم هوا. طب ما تشم. نرجس، أنا عاوز أشم الهوا معاك. ما اقدرش اشمه مع واحد غريب. انا مش غريب، انا سيلفك. سيلفي. نرجس. وتجيب الازازه. ايوه. وتلعبني. ايوه. والنبي. والنبي. لا يا اخويا، بعدين ما حسيت يصحى. انا اديته العرق عشان ما يفوقش. صحيح. صدقيني. طب حصان. قاعدة بعيدين. تعالي يا حسين. تعالي. حاضر. انت تعبت؟ تعبت ولا ايه يا رئيس مجاهي؟ خد اشرب. ده بأنه رجع. ده رجعت معاه. شربان خمرة. خد. تعشلوه. رئيس مجاهد. رئيس مجاهد. قوم يا بوي، قوم قوم، بقينا الضحى. وكيف تهملوني لغايه الشمس ما طلعت؟ كنت رايح في النوم تعبان من ليله امبارح. وايه اللي جرى ليله امبارح؟ اتدليت بيها في المركب عشان تتويها. وبعدين؟ ولا قبلين رجعت مسطح على ظهرك في المركب وهي مصحصحة بنت الفرطوس وعطوك بكل ضحكة وضحكة. سامع؟ الله. أول صباحيتك يا رئيس مجاهد. ها
اموت في البياض المليان. ايه رايك في الاكل؟ دمعه طعمه قوي. عمايل ايديا. تسلم ايديك. طعمه يا مجاهد مش كده؟ واه ما هتكلمش ليه؟ باكل. كلام على الاكل حرم. دور رز. الله. مفلفل قوي مش كده؟ كمان. ايه يا محسن بتضربه ليه؟ ما انت شايفه هيعمل ايه؟ عبيد ما بيفهمش. الله بطلت اكل ليه؟ وانت هتدافع عنه ليه؟ والله ماني واكل. طب ما تزعلش حقك عليا. قلت لك مش هاكل. طب تعال نكمل في الخن لوحدنا. ايوه احسن. اقتلها اقتلها.
يا ريس مجاهد؟ ما ترد، خايف عليا امشي لوحدي بالليل؟ جاي اسألك سؤال. ما تسأل. جوزت محسب ليه؟ اسمتي بتحبيه؟ سألتني قبل كده وقلت لك اه. مستني ايه يا ريس مجاهد؟ ما تضرب. ايه؟ المرة اللي فاتت لما خدتني في القارب وقلت لي تعال شم شوية هوا، دخل في قلبي الشك، ولما شفت الحبل في ايديك اتأكدت انت عايز ايه، لكن قلت مش ممكن حنون عليه. كنت كل ما ترفع دراعك بالمقداف احس انك هتنزل بيه عليا. قعدت اسقيك في خمره لما الخمره نملت دراعك وفكت اعصابك وغبت عن وعيك. كنت اقدر اربطك بالحجر وارميك في الميه، لكن انت كمان ما هونتش عليا. نيمتك وحطيت دماغك على حجري، اتمنيت ان الليل يطول واقضي بقيت عمري جنبك. انا من اول ما حطيت رجلي في المركب وانا قلبي دايب في هواك. ازاي تعيشي مع واحد وقلبك مع التاني؟ غلطة مني، اتجوزته عشان يحميني، اندفنت في الخن بالحياة، بضحك وبلعب وبهزر عشان تغير انت وتحس. لو اقول لك اني حبيتك من قبل ما اشوفك مش هتصدقني. هتحبيني كيف قبل ما تشوفيني؟ في المنام؟ لا، سمعت عنك، ضربت 2 رجالة ورجعت المحفظة بالفلوس، قلت جامد فهلاوي ومفتح وانا موت في الراجل المفتح. مجاهد مجاهد، أنا مش عارف عينك مغمضة عني ليه؟ ليه يا مجاهد؟ موتني موتني يا مجاهد، أنا راضية إذا كان ده يرضيك. في سهرية امبارح ما شفتش حاجة؟ حاجتي إيه؟ ما قتلهاش؟ قتل مين؟ الغزية. أنا راحت علي نومي. عايز مده الشاي يا ريس مجاهد، صباح الخير. عملت ايه؟ سويتها فين؟ رميتها البحر؟ ما قتلتهاش. ما قتلتهاش؟ قلبك ما طوعك شيء ولا لحمها خسارة في الذبح؟ لازم السكينة كانت متقلبة. فوت انت هو. فطيني. تعال يا محسن. ايوه يا مجاهد. جربنا نوصل مصر. الحمد لله على السلامة. وناوي علي يا محسن؟ فيه. بعد ما نشتري الوابور هتعاود الاقصر؟ اعاود. ونرجس وياك؟ انت رايك ايه؟ راي ابن الناس تسيبك بقى من الجوازه دي. كيف؟ انا عارف انها بسطاك ومفرفشاك، وده اللي مخليك ما تشوفش. وايه اللي انا عميان عنه؟ محسب، انا ما بقولش حاجه، لكن انت ما تودكتش قبل كده. انا هسالك سؤال ولو فيها قله حياه. قول. لما بتبقى مع نرجس في الخن بتحس انها بتحبك؟ فاضل تنزل ويانا وتشوف بعينك. انا بسالك سؤال يا محسب. والله ابوي ما يستلجى يسالني السؤال ده. افهم انا بقول ايه. ناقص اجيب لك عيل عشان تصدق. ده مش كلام واصل يا محسب، ده مش كلام. عايز تقول ايه؟ نرجس ما بتحبكش. امال اتجوزتني ليه؟ عشان تهرب من جوز امها وتروح لشغلها بمصر. اسمع كلام يا محسب،
أنا قلبي عليك. نرجس هتهرب منك إن ما كانش النهاردة هيكون بكرة. سيبها أنت قبل ما تسيبك. نرجس! نرجس! أنت صحة تسيبيني؟ يا أختي خضتني افتكرتك مجاهد. اسمع ما أقول لك. بقى إحنا قربنا نوصل على مصر. لازم تاخد على عوايدهم. تخبط قبل ما تخش. ردي على سؤالي، لما نوصل مصر هتسيبيني صح؟ مين اللي قال لك كده؟ مجاهد مش كده؟ ايوه. وقال لك ايه كمان؟ قال لي ما هتحبنيش. مظبوط. مجاهد عنده حق، انا ما بحبكش. هتقول ايه؟ انا بموت فيك. الكلام ده من قلبك؟ من جوه قلبي يا روح قلبي. امال ليه عايزنا اطلقك؟ ليه مش هيداله بال؟ اساله. قولي لي انت. ما اقدرش اقولك، خايفة عليك. من ايه؟ منه. اتكلمي ما تخافيش. انا لما احتلك قبل الجواز وقلت لك ان مجاهد عينه مني. بيحبك؟ مال وجدته. صرح لك بكلام؟ يعني ايه بتقول كده؟ وانا مش داري. ما اديش ايده عليكي. كنت قطحتها وقطحت رقبته عليها. عشان كده عايزنا اطلقك. فين المحفظة؟ المحفظة؟ ايوه المال بتاعي. انا مخبيها. مخبيها فين؟ محدش هيعرف لها طريق لحد ما نوصل مصر. انا رئيس المركب وصاحب المال. محسب. وانت اجير، ولا طلعت ولا نزلت. محسب. فين المال؟ بقول لك فين المال؟ كده يا محسب. وقف فيها تتفرجهم. ايه الحكايه؟ ما صحش يا رجاله. يا ده عدى هو فاضي. خبريه يا محاسب، ايه الحكايه؟ ايه اللي طلعك من الخن؟ انزلي ما تبانيش عليها. طب بس تعالى. اقول لك انزلي. تعالى بس هدي اخلاقك، ما تبقاش عصبي. ما انزل. دم الزفر. سيبيني اختي. تعالى هنا بس. رايح فين؟ يديني المال قبل ما فشفشه. طب ما تزعلش، روق دمك، انا هجيب لك المال منه. مالكيش دعوه بيه، ما تخليهش يطل في وشك واصل. حاضر، بس ما تزعلش. ما تزعلش ابدا يا حبيبي. عايزاك يا مجاهد. النهار قرب يطلع. طب ويعني ما تخافش. تعال. ما 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 حبيت اعمل منه راجل، واول ما شم نفسه علي انا. لكن معلش، انا باقي العشرة. طمران فيا تربية ابوه، ده انا شلته على كتفي يا نرجس. كتر خيرك، محدش يستحمل ابنه للدرجة دي. اعمل ايه؟ هو والمال امانة في رقبتي، لازم ارجعه لابوه سالم غانم. وفي الحقيقة اللي سكتني، كنت حاسس اني غلطان في حقه. الدم اللي نزل مني فوقني ورجعني لعقلي. مجاهد، انا لفيت كتير وشفت كتير، عمري ما شفت زيك في شهامتك في رجولتك. معرفش ليه انت اللي دخلت قلبي. انا حبيتك يا مجاهد،
إذا كنت بتحبيني صحيح اتطلقي منه. أنا مستعدة أتطلق منه، بس عايزة منك حاجة واحدة، ما تسيبنيش يا مجاهد، ما تتخلاش عني. ما قدرش، ما قدرش، ما قدرش. أنا من توب وأنت من توب، وما لكش لبعض واصل. أنا راضية بيك، مش ضروري أرجع معاك لأسر، هقعد في مصر وكل ما اتبحر تيجي تزورني ان شاء الله مرة واحدة، كفاية عليا. لا يا نرجس، ما قدرش اكدب عليك. مجاهد، عشان خاطري بصيلي يا مجاهد. يهرب يروح فين؟ هشام؟ مرحبا هشام، خير؟ الفلوس مش معاه، صدقوني مش معاه. وقعت في حبه غورك. الفلوس فين؟ كفاية كفاية، حرام عليك. بس 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 بس، قول لهم في الطريق الفلوس، نجي نفسك من الموت يا مجاهد. اوعش هتموت انت ولا على المركب كلتهم. الموت خليه يشم نفسه. مفيش فايدة، قول فين الفلوس احسن لك، قول.
هتبكي ليه؟ ابعد عني. ابعد عنك؟ اقول لك ابعد عني. مالك؟ ما تحطش ايدك عليا. نرجس. ياه، سيبني في حالي ارجوك. جرالك ايه يا نرجس؟ احنا مش وصلنا مصر؟ خلاص كل واحد يروح في طريق، وببعت لي ورقة الطلاق على مهلك. هتتطلق يا نرجس؟ بالتلاتة. يعني مجاهد كان عنده حق؟ ايوه. يعني ما هتحبنيش؟ ايوه يا اخي، انت هتحقق معايا ولا ايه؟ ده اعرف بتاعك ده بقى. بتبص على ايه؟ بصك عفريت لما يلهفك. تسمح تنزلني؟ حقك عليا اذا كنت شخط فيك، ادي راسك. بقول لك تسمح تنزلني؟ انزلك كيف؟ اظن هتقعدني بالعافيه. داني جوزك يا نرجس. هترجعني معاك الاقصر، اقعد في الدار احلب لك الجاموسه، مش كده؟ هقعدك في مصر واقعد معاكي. وهتصرف عليا منين؟ هاشتغل واكسب. هتبيع ورق نصيب ولا هتسرح بملوحه؟ نزلني احسن ما اصرخ والم عليكم الناس. قطع العشم مني ليه يا نرجس؟ ياه! بقول لك نزلني. 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 هد اخلاقك، ما تضحكيش الناس علي. راح فين الحب اللي كان مالي قلبك؟ اسمع ما اقول لك. حط الكلام اللي هقوله لك ده حلقه في ودنك. انا عمري ما حبيت. والكلام الحلو اللي كنت بتقوليه؟ كنت بضحك عليك عشان تقول لي فين الفلوس. بتقوليه؟ يعني كان كل همك على الفلوس؟ امال انت فاهم ايه؟ انا جاي المركب ليه؟ ودلوقت عشان ما فيش فلوس عايزه تتطلق؟ مش كده وبس. عشان مجاهد مات وانت اللي موتته بايديك. مش كان عايز يخوني معاكي؟ ابدا ما حصلش. واه، قلتي لي بعظمه لسانك. كدبت عليك. مجاهد كان راجل شهم، عرضت عليه نهرب سوا، ما رضيش يخونك. قال لي المحاسب عندي بالدنيا كلها. وليه خليتيني اقتله؟ ليه خليتيني اغدر بيه؟ يا ريتني سبته وموتني هو اللي عاش. يا غدارة يا خاينة، والله كان حلال فيك الموت. اطلع فين الفلوس؟ ما عرفتش طريقهم. امال كنت بتعمل الوقت ده كله ايه؟ اصل اوعي فتشوا المركب حته حته. سلام يا مجاهد. شوف شغلك. Thank you.
شايفين حاجة يا رجالة؟ وصلوا بالسلامة. كلهم على الرفاص. الحمد لله يا رب. محسب 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 الحمد لله على السلامة يا محسب، الحمد لله على السلامة. أمارة 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 أنت أدهش أمارة أنا نبدي أمارة نبدي. أنا ديبي أنا